السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهيد اتفضل. بعد حضرتك كان عندي سؤال كده. اتفضل. بقول لحضرتك يا سيدنا، لو مثلا احنا مجموعة كده وفي حد عمل لنا مسابقة على كتاب مسابقة على هيفوز كتاب، مثلا مركز من التلاتة الأوائل هيبقى ليه جايزة. طيب فمثلا لو واحد فينا مثلا غش من التاني وخد الجايزة دي، هل المبلغ اللي جاي من الجايزة ده حرام؟ طبعا طبعا، لانه غشاش واكل حق الاخرين. طب مثلا لو احنا ثلاثة تعاوننا مع بعض وقلنا لو مثلا لو واحد كسب هن لو واحد كسب هنوزع الفلوس بتاعتنا على بعض. وتغشوا من بعض لا يجوز ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا، اللي كنت بكلم حضرتك دلوقتي على موضوع الجائزة بتاع الكتاب ده. الو، قد اجبتك انك لا انا في مسابقه. هل ينفع طلعها لله مثلا؟ ينفع طلعها لحد لا محتاج؟ ينفع ينفع ينفع. الله يحفظك. ينفع. ماشي ماشي، شكرا، الله يبارك فيك.